تسأل لماذا رجعت إلى هذا الحال وكيف أرجع إلى الثبات والصلابة يعني. طيب يعني يا أم البنات، هو الفكرة في الأول وفي الآخر إنك أنت اعتمدتي على بشر وحطيتي سبب الإسعاد، وهي هي الطبيبة النفسية، هي سبب، الله عز وجل هو اللي مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى هو اللي سخرها. استمداد الثقة بالنفس مستمدة بالثقة في الله. ليه؟ انت عرفتك يعني، انا فرحت وانت بتقولي وانا معاها، ابتديت افهم امور تمام، كم معلوماتي ومعرفي يساعدك، لان الانسان عدو ما يجهل، فكل ما انا جاهله في امر بقع فيه، لكن لما بتعلم عنه بفهم وبعرف اتعامل ازاي. هي اعطتك الحصيله المعرفيه، طبعا كان في دعم نفسي وكان في ارتباط منك ليها كشخصيه، لكن انا اخد المعرفه هو ده التعافي، ودي الارض الصلبه، مش ان هي كانت معاكي ارض صلبه، ناخد المعرفة وابتدي أواجه بيها وأعرف أمشي وأعمل. ليه؟ لأن أنا كلكم راعي، مسؤولة، عندي أولاد وعندي بيت وعندي حياة وعندي علاقة بربنا ونفسي. حفظ النفس إزاي؟ وحفظ والمحافظة على نفسك وعلى جسدك وعلى صحتك النفسية ما ده نسأل عنه أمام الله. فالخطأ اللي حصل الاعتماد عليها، أعمل إيه؟ يعني خلاص ده خطأ وأقرينا أنه ما كانش صح، أعمل إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى اللي أقول كذا وكذا وكذا، قويني وأنا الأمر ده مدعمني ولم عيني. ليه بقول لك الجانب الإيماني دلوقتي أو أكتر والروحاني؟ لأنك خدت الكم المعلوماتي المعرفي، ناقص الكم الجانب الإيماني، وبعدين المهاري بقى، وبعدين الجوارح ذات نفسيه. ها يبقى أنا فهمت، الإدراك اتغير، لجأت لربنا سبحانه وتعالى، بقى عندي قناعة، الجوارح تنفذها والدعاء. فاستمداد الأمر من بشر؟ لا، من رب البشر. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك والمسلمين أجمعين حسن التوكل على الله وحسن الثقة في موعود الله ومؤمنين بموعود الله، إحنا وإياكم يا رب، اللهم آمين. آمين يا رب.